كنقول لهم يديروا عقلهم، حنا دابا راه في 2022، ما بقيناش في سنوات الرصاص، وخاص بنادم يكون بعقله. صافي اش غنقول لك، راه الشغب راه شي حاجه اللي ديباسات، خصوصا دابا ولات الانظار ديال العالم كامل مسلطه على المغرب من بعد داكشي اللي دار المنتخب في كاس العالم. فكنتمنى يعطيو شي صوره حسنه على الجمهور المغربي بصفه عامه، ويا ربي يخسروا بجوج. وكنتمنى اولا يكون الجمهور يحضر بكثافه ويبين زعما الجمهور المغربي كيفاش كيكون في الملتقيات العالميه، وزعما نتمنى ان الجمهور يكون يمثل الجمهور المغربي احسن، زعما لا الوداد لا اللي غيمشي للرباط ان شاء الله يمثل الجمهور المغربي احسن تمثيل ان شاء الله. ونتمنى زعما تكون مباراه كبيره ونشوفوا كره وتعادل، كنتوقع انه يكون تعادل. امتى بعد هذه المباراه؟ غدا غدا. فضل المباراة ديال الوداد والجيش، كان كنا نشتو الجماهير انه ما يكونش شغاب، يعني ويكملوا الصورة اللي دار المغرب في المونديال بالجماهير ديالو لأحسن وجه. تعادل بالنسبة للجماهير، كنتمناو زعما يكون ما يكونش شغاب ويكون الامور غدا منتظمة. بالنسبة للتوقع، كنتمنى ان نادي الوداد البيضاوي هي اللي تخرج بنتيجه ايجابيه اللي هو 2-0، وكنتمنى ان الجماهير ما يكونش توس امور انتظام، ويكون حد العدد الجماهير مزيان، ما يكونش غاب وصار. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.